والتالي فورنيسور انا طلعتهم واحد النصيحه تيجي عندك كليان باقي يلاه بادي تتعامل معاه حيت هذاك الكليان اللي هذاك السيد اللي يلاه جا معاك اللي جا عندك واخا باقي مبتدئ تتعامل معاه حيت هذاك ملي كتعامل معاه اليوم راه غدا راه غيدير الفلوس وراه الا بديتي معاه احسن ليك. دابا حتى هاد لي فورنيسور بداو تيشبعوا بداو تيجيهم الكليان بزاف مع ولينا تنهضروا على اي بي تي في بزاف لي فورنيسور بدا تيجيهم ولاو فهمتي كاع ما مسوقين واه ولا صاحبي كيسولك تيقول لك واش عندك كليان ما يهضرش معاك ما يهضرش معاك الا ما عندكش كليان ما يهضرش معاك حتى نتوما الاخوان كذبوا عليهم كلشي يكذب يقول لك كليان قول لي عندي كليان في هذيك البلاد لا قول لي راه كنت خدام بواحد كلكم قولوا هاد الهضره باش تلفوا لهم الدقه حشومه صاحبي تعامل مع المبتدئين سولك عطيه تي اسمك تعطيه لي من جيبك انت الله يهديك شو ما صاحبي راه كاين شي حوايج ما تعاملوا مع الشباب راه كانوا عندك راه انت براسك هضر شوف انت راه خلي هو تيدير الاض هو تيحنق انت كتجي كتعطي 10 ديال 10 كاين اللي كيخرج معاك واحد 100 كونت تيخرجها معاك في السيمانه اش باقي بغيتي ايوا تعامل معاه الا بغيتي هذاك مول 100 تعامل معاه من دابا باش حتى هو ملي غتعامل معاه وتكون رجوله حتى هو يبقى معاك حيت راه حتى انا دابا الا تنتعامل مع واحد مزيان غدا الا واحد كاع نقص عليا نقص 10 دراهم عليك انت ما نتعاملش معاه علاش حيت انت عاطيني سوبور زوين وتتعامل وتتعامل معايا كونوا بيا اشري اخويا راه كاينين الناس الحريفيه راه كاينين الناس الحريفيه كاين اللي حريفي تحيه ليه ولكن راه كاين الناس ماشي حريفيه الناس راه انت اخويا راه كيجي عندك انت راه ما غد هو راه هذاك السيد اللي جا راه ما جا عندك راه بيخسر فلوس الارض راه بيخسر واحد 6000 ريال كاين اللي تيخسر 500 درهم كاين اللي تيخسر 700 درهم النهار في الارض راه ماشي شي تفلا هذاك السيد يعني تعامل معاه بغيتي سي نعطيه تي سي راه ما جاتك في والو عطيه تي 24 ساعه وتعامل معاه خليه تي سي يشوف هذيك البلاد واش هذاك السيرفر خدام مزيان في هذيك البلاد تعامل مع الناس باش حتى هو غدا ما يفرق ما يفوتكش على 10 درهم ولا 5 درهم ناقصه راه نتوما واكلين بلا ما نضربوا الشمس بالغربه نتوما راه واكلين ف وكل كلاصه وانت دابا جيتي في واحد المرحله الا كنتي ذكي راه جيتي في واحد المرحله الناس هضرنا على لي بي تي في بزاف الناس ولا بغا يديروا لي بي تي في يعني انت متعامل مع المبتدئين حضن هذاك المبتدئ حضنه باش يبقى معاك غدا ولا بغدا راه كاين دومينات اخرين هادشي غنضربوا به السلام عليكم كاين تبداو ثاني تنشوا البق ما بقى ما يدار ولا هما دابا ما حد الناس باغي لي بي تي في ايوا حضنوا هذاك كونسبونسور ديالو من دابا ايوا هذه رساله للناس ديال لي بانيل.